صباح الخير يا محمد، وصباح الخير بكل متابعينا الأحباب داخل وخارج ربوع الوطن الحبيب. تحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا. نحن الآن في الشارع العام وعايزين نشوف حوادث الشرطة والحركات المسلحة وتأثيرها على المواطن. يمكن بالأمس شهدنا حادث بين الشرطة والحركة المسلحة وتحديدا الجبهة الثالثة التمازج، عملت فزع في العاصمة الخرطوم تحديدا. فعايزين نشوف رأي الشارع بصورة عامة وناخذ أول رأي نتعرف بيك. تجليل محمد علي ابو زيد، شرفنا بك يا استاذ يا اخي. تاثير وجود الحركات المسلحه في الشارع، تاثير نفسياتك انت كيف؟ والله حاله صعبه، انا كذب عليك يعني خوف والناس وهلع وعربات وما اعرف اقول لك شنو حاصل، صعب شديد يعني ما بتوصف يعني ما ممكن يعني حركات جوا البلد وناس اطفال في مدارس وده كله حيحصل خوف للأطفال. يعني احنا امبارح جينا بالقسم ده يعني مشكلة كبيرة، ضرب رصاص وحاجة دي يعني خوف شديد يعني ما كذب عليك يعني. حسب الاتفاقية بتاع جوبا في بند بتاع دمج للقوات، من وجهة نظرك انت ليه لحد الآن ما تم الدمج بتاع القوات؟ والله دي حاجة بعرفها، هم نعرف حاجة زي دي، وهم الطرفين بيقعدوا مع بعض يطبقوا يدمجوا الاثنين مع بعض، وهم رافضين، ده رافض وده رافض، والمواطن هو تعبان والشعب السوداني يعني ما عارف انه اكيد يعني شايف ان هو ده السبب، ان هو عدم جلوس الطرفين للمائده. يعني لازم يقعدوا مع بعض يحلوا المشكله، شوفوا المشكله شنو حلوها، 200 سنتين ما قادرين نحلوا المشكله دي يعني. شكرا لك كثير يا استاذ. شكرا لك كثير خالص والله، ما مشكله يعني 3 سنة ما قادرين نحلوا المشكله دي، فما عارف فاتو. واحنا عاوزين نعيش في سلام وامان، وما عايزين اي حاجه، احنا عايزين عمارات، لا عاوزين، احنا عاوزين نعيش حياه راقيه كده نظيفه يعني. شكرا لك مره ثانيه يا استاذ يا اخو، شكرا لك. الله يخليك، تسلم، الله يديك العافيه، الله يبارك فيك. وما زلنا مواصلين في الشارع العام حول موضوعنا لليوم وناخذ راي جديد نتعرف بك. عبد الرحمن عبد العظيم، شرفنا بك يا استاذ عبد الرحمن. عايزين نشوف رايك انت في فكره وجود الحركات المسلحه في الخرطوم والعاصمه تحديدا. والله دي هو شيء حالة نفسية، تسبب حالات نفسية كثيرة، وهم مستحملين نشوف الحاجات دي يعني. صراحة أن الحاجة دي لها أثر كبير جدا على المواطن أمنيا ونفسيا، فبتمنى من المسؤولين أنه يلقوا حل للمشكلة دي. في الآخر البلد حقتنا بعيدا عن الانتماءات السياسية والانتماءات العرقية والقبلية، نحن في الآخر كلنا سودانيين، سواء كنا من الشرق أو من الشمال أو من الجنوب أو حتى من الوسط. لازم نعلو كلمة السودان فوق كل حاجة. شاكر لكم كثير، ونرجع للزميل محمد داخل الاستوديو.